هاي سارة. هاي جورج. يعني بعرف انه هي سيارة كوميرشال، بس اليوم هي نمبر 1 بلبنان مثل ما ذكرت بمقدمة الحلقة من حيث المبيعات، وبعرف شركات كثير مهمة عم تاخذ هالتراك هيدا او الاس يو في بدنا نسميه، لانه جاي 4 ابواب سيدان مع صندوق ورا كثير واسع. بس انا صراحة مستحيل اسوقك اليوم السيارة، بقدر ولا لا تجارية فقط؟ هيدي بتسجل بس للشركات، فإذا عندك شركة باسمك تقدر تشتريها وتسجلها على اسمك. وبتنسق عادي لأنه كشكل في كثير عم بيردوها للصيد وعم بيسجلوها على اسم شركاتهم كمان. يعني شكل الوينج الفايف مثل ما عم تشوفوا مشاهدينا، يعني بمصابيحه الحلوة كمان بهالدولاب الكبير العريض والجانت الكثير اجريسيف، إذا بنشوف شكلها ولونها كمان هالبيرل وايت مع مرايات الكروم مثل ما ذكرت، يعني فيها تكون سياره لك اليوم. بس اذا عندنا شركه اكيد مسجله على اسم الشركه، وحاب اعرف من ساره اليوم مين ابرز شركات اليوم عم بتكون عم تشتري هالوينج الفايف لتكون سيارات يوميه عندها؟ ابرز شركات هن اراكو اسفلت، اراكو ريدي ميكس، سوتاك، معوض قده، كاتربيلر، توتال ليبون، ايفنتشوال، يعني عم نحكي عدد كبير من الشركات، باور كرينز، وكل شركه دومينها غير عن الثانيه، مختلف عن الثانيه، يعني متعدده الاستعمالات. نعم. وحتى جورج انا بدي زيد عليك، كنت عم تحكي شوي عن شكلها، بدي اقول لك انه هيدا البيك اب اذا بتطلع فيه من قدام ببين اس يو في، اذا ما شفت الترانك تبعه اكزاكتلي الصندوق تبعه، يعني لازم تشوف سايد لوك لحتى تعرف انه بيك اب. كمان يعني اذا عم تشوف السعر الخلفيه كثير واسع من ورا، ومثل ما قالت ساره عن جد شغله ملفته، يعني بتنقز السياره مفكره اس يو في، لما تبرم سايد فيو مبين علينا هالصندوق الكبير من ناحيه خلفيه، ولاحظوا الحديد تبعه قد ايه ثقيل ومهم. ودائما بنشدد على شغله 5 ستارز بالريتنج، عم ياخذ جريت وول بشكل عام بسياراته، وكمان من ناحيه التراكس موجود مع حديد ممتاز جدا لياكد على السيفتي ميجرز اللي عم ياخذها من ناحيه التستنج العالميه اللي عم بتصير عليه. مضبوط. اذا بدنا نحكي شوي ليه صار وينج الفايف نمبر 1 سيلينج بيك اب بلبنان، حنقول اول شيء لانه الاوبشنز يلي فيه مش موجودين بغير بيك ابس. الوينج اللي بيجي بقلبه فرج جلد، فيه كروم باكج، فيه 2 اير باجز، اي بي اس، فيه 4 ابواب، اتس 4x4، كمان عندك 4x4 اوبشن، عندك اوديو كنترول، اي سي في المركزي، زيت كهرباء، عم نحكي فل اوبشنز، يعني شو يعني زياده عن ما معقول الواحد يعوز بالبيك اب. نعم، وفخامه مثل ما عم تحكي، فخم بيك اب، فخم بيك اب فخم. مشان هيك انا حبيت باول حلقه اسالك انه اذا فينا نسوقك اليوم لهالتراك الحلو، بس تكون اكيد مسجله على اسم شركة. اذا بعد الجوله على داخل السياره وشفنا كمان الخارج بشكل واضح، خاصه اليوم اللون الابيض اللي معنا بالاستوديو ببين كل شيء داخل السياره، يعني كل ما نفتح السياره من الداخل كلون وكمان من الخارج بتبين بالديتيلز تبعها بالتفصيل على الكاميرا. عم تشوفوا كمان مره جديده الفرونت فيو للسياره والجريل الحلو كثير، والسيجنتشر تبع جريت وول موجوده بمنتصف السياره. محرك اليوم للوينج الفايف، محرك الوينج الفايف هو 2.4 لتر انجن، ميتسوبيتشي انجن كمان. كل سيارات جريت وول 2.5 لتر بيجوا ميتسوبيتشي انجن، وبيجي بثلاث الوان، بيجي بابيض بسيلفر وببلاك. الشركات عم بيختاروا يعملوا الفليت تبعهم لون واحد، سو ايام بينقوا اسود ايام بينقوا سيلفر، واكيد اكثر لون بوبولر هو الابيض بشكل عام. ساره اليوم بعرف سيرفيس سنتر كمان موجود بمختلف المناطق اللبنانيه، كمان قطع الوينج الفايف مثل قطع بقيه السيارات مامنه بشكل متواصل، كمان فيه دور تو دور سيرفيس، كمان فيه دور تو دور سيرفيس وذ ريبليسمنت كار فري اوف تشارج، وكمان فيه قطعوا يعني كمان قطع الوينج الفايف هن 50% اقل من اسعار القطع اللي موجوده بالسوق، يعني البيك ابات المنافسه له. نعم. سعر هالوينج الفايف، الوينج الفايف سعره 17500 دولار اكسكلودينج في اي تي اند ريجستريشن، وعاملين عليه فيري سبيشال اوفر اللي هو 0% انترست اوفر 1 يير، يعني اليوم الشركه اللي بتنقي تاخده فيها تقسطه على سنه من دون فوائد، وعم نعطي بدل سنه كفاله، لانه عاده بيك ابيت عليهم سنه كفاله، ثلاث سنين كفاله كمان فول وارنتي فور 3 ييرز. نعم، يعني سعر ممتاز منافس جدا، والاهم من هيك انه الدفعه الاولى عم بتكون كمان من ناحيه الفايده، عم نحكي فايده واطيه، فايده واطيه ودفعه اولى ستاندرد، مثل مظبوط غير سيارات.
شكرا سارة على وجودك معنا وهالشرح المفصل على خاصة الوينج الفايف من جريت وول. واكيد للمزيد بدنا نرجع نشدد شغله كل الاشخاص اللي ما حضروا الحلقات mtv.com.lb تيرجعوا يتابعوا كل سيارات جريت وول الموجوده معنا خلال الاسبوع لوقتها اطيب تمنيات. انا بس بدي اذكر وين الشوروم تبعوا الجريت وول. نحن موجودين بجلتيب على الطريق البحريه بترابلس على بولفارد ترابلس الشرقي وبكفر حزير على اوتوستراد كفر بالكوره على اوتوستراد كفر حزير وقريبا بصيدا. الى اللقاء. ثانك يو.